بعرف اقول لك كل المسلمين قصروا في البيت في كل مكان، لو سابك واحلى مسلمين في الدنيا كلها. عاملين اخبار بكل يكون بخير يا رب. رمضان كريم على الجميع يا رب، وكل سنه وانتم بألف خير، وان شاء الله تكون ايام هاديه ولطيفه وجميله وكلها خير وسعاده ويسر على الجميع باذن واحد احد. طيب النهارده عندنا فيديو غريب شويه كالعاده. ما عندناش فيديوهات طبيعيه في القناه دي. فيديو النهارده هو قصه حقيقيه، ولكن موضوعنا النهارده عن يوم الثلاثاء، يوم الثلاث. ايه حكايه اليوم ده؟ وليه ساعات بنلاقي هاشتاجات طالعه باسم النهارده التلات؟ يعني هو اكيد احنا عارفين ان النهارده التلات الناس كلها عندها نتائج، والناس كلها معاها موبايلات، فاكيد الناس عارفه النهارده يوم ايه في الاسبوع. ولكن بيكون هاشتاج غريب شويه لما تفتحه على تويتر، بتلاقي فيه ناس بتتشائم من اليوم، وناس بتقول لك النهارده كان يوم كبيس. بل وفي بعض الفنانين المشاهير كمان كانوا بيعلقوا او بيغردوا عن الموضوع ده بشكل ساخر او بشكل كوميدي. وفي الحقيقه في تجارب شخصيه ليا انا الحقيقه، يعني في موضوع يوم الثلاث ده، تجارب انا حياتي اتدمرت في اليوم ده. استمع لي، فحبيت ادخل ادور على النت اشوف الموضوع ده بيقول ايه، هل الكلام ده فعلا مجرد خزعبلات وخرافات زي كده، الحاجات النحس اللي احنا بنقعد نسمع عنها، ويقول لك مش عارف ايه اليوم ال13، ما يوم الجمعة 13 مش عارف بيكون نحس وحاجات كده. لكني اتصدمت واتفاجئت بكم المعلومات المهولة اللي لقيتها عن موضوع يوم التلات. الموضوع يا جماعة مش مجرد كلام شخصي، مش مجرد صدف، مش مجرد حوادث فردية بتحصل لأي حد في اليوم فبيقول ان اليوم فيه مشكلة. ده فيه نظريات علمية، حوالين العالم بتثبت ان يوم التلات فعلا يوم فيه حاجة غلط. وقبل ما ابدا اتكلم، طبعا في ناس هتكتب او هتقول كومنتات اللي هو يا عم ما تقولش على يوم من ايام ربنا، حرام، ازاي بتتكلم في حاجه زي كده، الموضوع اصلا ما ينفعش تتكلم فيه. انا ما عليا غير ان انا بنقل مش اكتر. كل اللي هتسمعوه في ملف النهارده كلام كله موثق علميا وتاريخيا بالدلائل والاثباتات الموجوده في جميع انحاء او جميع اركان مواقع الانترنت كلها، تمام؟ مش موقع ولا اتنين ولا تلاته، انا كنت قاعد 5 ايام شغال في الملف ده، فانا اضمن لك ان انت تسمع حاجه يعني لوز اللوز، الملخص للموضوع كله. الملف هيتقسم على جزء واحد، هيبقى جزئين، مش عارف لسه الحقيقه، لسه هسجله واشوف الدنيا هتقول ايه. لو حابب تتابع قناه قصر رعب في البيت على اي موقع غير اليوتيوب، هتلاقي عندك تويتر، الناس التويتريه بتاعه تويتر، هتلاقي عندك اكونت تويتر الشخصي بتاعي، هتلاقي اكونت انستجرام الخاص بالقناه والخاص بيا، يعني هو اكونت 2 في 1 زي نسكافيه 2 في 1 كده، ما علينا. وهتلاقي عندك اكونت الشخصي بتاعي على فيسبوك، وجروب فيسبوك، وصفحه فيسبوك الثلاثه على فيسبوك. تقدر تدخل تكلمني، تتواصل معايا لو عندك قصه مؤلفه او قصه حقيقيه، تقدر تدخل تبعتها لي. قصه مؤلفه بتكون من 4500 كلمة، أو لو 4000 مفيش مشكلة، يعني هنحاول نظبطها مع بعضينا، بس على الأقل تبدأ أو تكون أقصى ليميت ليها هي 4000 كلمة، يبقى كتر خيرك جدا. لو عندك استفسار، لو عندك أي حاجة، أنا موجود، تقدر تكلمني. ومن فضلكم من فضلكم من فضلكم كمان مرة الكومنتات، من فضلكم كمان مرة الكومنتات. لو انت بتسمع دلوقتي ما تبخلش او ما تستخسرش انك تنزل وتعمل اي كومنت، تكتب اي كومنت، حتى لو زي ما قلت قبل كده مجرد انك تعمل ايموجي لايك او القلب او اي حاجة من الحاجات دي، ولكن اثبت وجودك بكومنت، لان الحاجات دي بتفيد جدا 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 في انتشار الفيديو وظهوره في صفحة المقترحات عند الناس اللي مش موجودين في القناة. اما لو انت بقى من القناة وحبيبي وبتكتب كومنتات ولايكات وبتتفاعل وبتقلب لي الدنيا هنا، فانت منور وعلى راسي. وحتى لو انت برضه اول مرة تسمعنا، فانت منور وعلى راسي. اتمنى الفيديو يعجبكم، ومستني اراكم زي كل مرة، وتاني هقول مستني كومنتاتكم زي كل مرة، ومستنيكم في صفحة انستجرام، لان صفحة صغيرة شوية، فعايزين نزق الدنيا، عايزين نكبر الموضوع بعد اذنكم، عايز ايديكم معايا هناك، انا بحاول ابحث في الصخرة بالله عليكم. مستنيكم هناك، ومستنيكم في كل اللينكات اللي سبتها تحت الفيديو. ويلا بينا نسمع قصص حقيقيه يوم الثلاثاء. Thank you.
خلينا في أول ملفنا نقول إن فكرة الحظ والنحس هي من أقدم المعتقدات البشرية اللي الإنسان آمن بيها من بداية ما اتخلق على وش الأرض لحد اللحظة اللي بنعيشها دلوقتي. حكايات في كل مكان عن النحس والحظ، أبراج وتوقعات وفولكلور قديم من كل الثقافات والبلاد العربية والغربية كمان. أكيد أنت سمعت عن القط الأسود اللي لو بصيت في عينه هيجيلك النحس والفقر، أو السلم اللي لو عديت من تحته هتتصاب بسوء الحظ أو اللعنة، أو الشبشب المقلوب، أو المقص اللي فضلت تفتح وتقفل فيه كتير يبقى فال وحش أو حاجة هتحصل لك. الموضوع الحقيقة ما انتهاش أو ما بدأش عند مجرد فولكلور شعبي الناس بتقوله بينها وبين بعضها أو الناس القديمة بيقولوه للأجيال اللي جت بعد كده، ولكن الموضوع بيبدأ من خلال العصر الإسلامي ويمكن من قبل كده كمان. خلال العصر الإسلامي كان فيه العديد من الشعراء والأدباء اللي كان النحس والتشاؤم هو جزء كبير جدا من أدبهم، منهم الشاعر أبو حسن ابن الرومي اللي كان واحد من أكبر شعراء العصر العباسي الثاني. الموضوع وصل بيه أنه لو حد خبط على بابه وكان اسم الشخص ده مثلا على سبيل المثال اسمه حسن، الرومي بيقعد جوه ويسمع الاسم فيبدأ يعكس الحروف بتاعت الاسم، يعني انت حسن لو عكست حروفه هتبقى نحس، فكان بيتشائم وما يفتحلوش. انت متخيل ان انت ممكن تقفل من حد او تتخنق او تهرب منه لمجرد ان اسمه ممكن يدل على النحس او التشاؤم؟ يمكن كان الدافع ورا الموضوع ده او ورا التشاؤم الشديد ده هي سيرة حياته الذاتية اللي كانت كلها عبارة عن حزن طويل جدا. خلال حياته فقد والديه وزوجته واولاده التلاتة، وده خلانا نشوف الموضوع بشكل مختلف شوية، وهو ان الشخص بيقيس الحظ والنحس على اساس حياته والظروف اللي عايش فيها. يعني مثلا عندك في القاهرة الوضع كان مختلف شوية، العاصمة المصرية العظيمة اللي أسسها جوهر الصقلي عشان تكون عاصمة الخلافة الفاطمية بعد ما اتنقلت من المغرب لمصر. الحكاية هي ان جوهر الصقلي لما أقام السور وبنى القاهرة جمع كل المنجمين والسحرة وأمرهم بأنهم يختاروا مكان معين لبداية حفر الأساس، حاجة كده زي الطالع، يعني اللي هو أنهي مكان أو موقع هيكون مناسب للسور أو هيكون فيه البركة. خلوا بداية السور من الخشب ووصلوا بين الخشب ده حبال اتعلق فيها أجراس علشان لما البناؤون بيرموا الحجارة على تحت في الأساس في العمق نفسه الأجراس دي تدق. اللي حصل ان فجأة لقوا غراب واقف على واحد من الخشب ده فتحرك الأجراس، ظن وقتها البناؤون انها إشارة انهم يرموا الحجر، وصاح وقتها المنجمون وقالوا لأ بلاش الأساس يكون هنا، اعتقادا منهم ان الغراب اللي جا واقف ده كان نذير شؤم وتحذير ان المكان هنا فيه حاجة غلط. ولو اتحركنا ورحنا لعلم الفلك فهنلاقي ان كوكب المريخ او زي ما بيسمى الكوكب الاحمر من زمان كوكب هو دال على التشاؤم وسوء الحظ، ولما سمع المعز الموضوع ده قرر يسمي مدينته القاهرة علشان تكون القاهرة منذ ذلك الحين قاهرة للغزاة ومقبرة ليهم، وبيحاول يحول التشاؤم ده لعزة ونصر العاصمة المصرية. الغريب ان احنا بنفضل نعتقد في سوء الحظ في الحاجات البسيطة دي سواء من الناس الكبيرة او اهالينا، لكن على النقيض بنلاقيهم يقولولنا ان مفيش حاجة اسمها حظ نحس او حظ كويس او شيء كويس، مفيش حاجة اسمها الكلام ده، وان كل شيء بيمر بامر وقضاء الله وقدره، وده كلام مظبوط على فكرة، كل حاجة في الدنيا ليها سبب. لكن بنفس الفكرة دي احنا ممكن نفكر شوية ان زي ما ربنا خلق الخير والجنة خلق الشر والنار، خلق الملاك وخلق الشيطان، وده اللي خلينا نفكر في حاجة تانية خالص، وهي ان اكيد مش انا لوحدي اللي بمر بحاجات متعبة وصعبة ومتكررة كل يوم تلات، اكيد مش انا لوحدي اللي في حاجة غلط معايا بتحصل يوم التلات. القريبين مني يعرفوا الموضوع ده اكتر جدا من اي حد، وهي اني في ايام التلات بحاول اتجنب النزول من البيت وبختفي على قد ما اقدر من النت وبقطع التواصل بشكل كبير وبختفي، ولو اقدر انام اليوم كله بنامه هروبا من ساعات اليوم ده. المشكلة الاكبر ان محدش كلمني في الموضوع ده او وعاني او مثلا فتح معايا الموضوع، بالعكس
تام، انا بيتهموني بالجنون لما بتكلم في الموضوع ده، لكن بالتحديد من وانا في المرحلة الاعدادية وانا بمر بالتجربة المريبة دي. فجأة وبدون مقدمات ولقيت ان كل يوم تلات بيحصل شيء لازم يعكر مزاجي يضايقني، ولما كبرت شوية في السن ومشاكلي كبرت الموضوع بياخد منحنيات اكبر بكتير من مجرد تعكير مزاج. الموضوع بقى يدخل في قطع علاقات، خناقات بدون سبب، بلوكات وخسارة فلوس، سقوط، حوادث، وفي بعض الأحيان عدم نوم لمدار ال 24 ساعة من كتر التفكير أو من كتر ما في كارثة أو حاجة كبيرة حصلت مخلياني مش عارف أنام حتى زي باقي البشر. مهما أتكلم وأحكي وأوصف اللي بيحصل معايا خلال اليوم ده من الأسبوع عمري ما هقدر أوصف، أو بمعنى أصح هفضل أتشاف كمجنون أو غير مؤمن بقضاء ربنا أو بخرف. لكن الحقيقة الموضوع ده زادني إيمان، يعني منطقيا شوية، عشان بدأت وقتها أدور وأبحث أكتر عن الموضوع والنتيجة كانت صادمة. مش صادمة بشكل بسيط، لأ، موضوع طلع فعلا فعلا أكبر بكتير مما كنت أتخيل، سواء على الصعيد المحلي أو اللي اكتشفته الدولي. الموضوع ده منتشر في العالم كله، الموضوع كمان طلع ليه جوانب تاريخية وسياسية ودينية. زمان في الصحاري في العرب وترحالهم كانت القبائل العربية بتطلق الطيور قبل ما ينطلقوا بالقوافل بتاعتهم التجارية إلى الشام أو اليمن، ولو الطيور دي طارت في اتجاه اليمين بيفرحوا ويستبشروا خير ويعرفوا إن ده من أسعد الأماكن أو من أسعد الطالع اللي طلع لهم اللي بيبشرهم كمان بالمكسب الوفير، ولو الطيور اللي طارت دي سلكت الطريق الشمال ده كان نذير شؤم بالخسارة وخسارة التجارة وربما كمان بيلغوا الرحلة من الأساس. في معظم النتائج المنتشرة حوالين العالم هتلاقي ان يوم التلات هو اليوم التالت من الأسبوع، واعتبر الرومان القدماء ان التلات هو يوم المريخ لان كوكب المريخ بيرمز لإله الحرب عندهم. المجتمع الطلابي السكني في ستوكهولم في السويد بيعمل حاجة غريبة جدا، وبحلول الليل من كل يوم تلات كل الطلاب بيفتحوا شبابيك السكن بتاعهم وبيبدأوا بصراخ بشكل عشوائي جدا وعالي. ولما تسألوا ليه بيعملوا كده قالوا عشان اليوم بيكون صعب جدا علينا، فالموضوع بدأ صدفة ان واحد مننا كان تعبان نفسيا جدا وجرب يخرج الطاقة السلبية دي في هيئة صراخ من الشباك بصوت عالي جدا. واللي حصل وقتها انه اتفاجئ بوجود عدد كبير جدا من الطلبة عملوا نفس الحاجة اللي هو عملها، لحد ما الموضوع بقى عادة بتتم كل يوم تلات، وهي ان على بالليل الكل بيفتح الشبابيك من السكن الجامعي وبيصرخ بصوت عالي جدا للتخفيف من حدة التوتر والقلق اللي بيمر بيه، سواء كانت الكلية هي السبب او لا. وكمان لو حد من خارج السكن الجامعي سمعنا وحب يشاركنا بنرحب جدا بيه ومفيش اي مشكلة في الوضع ده. في الولايات المتحدة الأمريكية بيصادف دايما يوم الانتخابات أو يوم إعلان النتيجة إنه يوم تلات، وبيعود التقليد ده لما كانت الولايات المتحدة بلد زراعية في الغالب في القرن 19، وكان الناس اللي عايشين في أماكن ريفية بيقضوا يوم كامل طويل في السكة علشان يوصلوا لأقرب مكان فيه لجنة انتخابية، فكان اليوم ده بيساعدهم إنهم يروحوا براحتهم لمكان اللجان الانتخابية قبل ما تتسجل النتائج يوم السبت. من معتقدات بعض الدول للشؤم والنحس هو ان يوم الجمعة لو وافق 13 في الشهر بيعتبروه نذير شؤم او نحس، لكن بدلا من يوم الجمعة الثالث عشر في بعض البلدان بيكون عندهم اليوم النحس ده هو يوم الثلاث لما يوافق في الشهر اليوم الـ13. في اليونانية يوم الثلاث كان اسمه تريتي واللي معناه الثالث، والإغريق عامة بيعتقدوا إن الحظ السيء بيجي في مجموعات ثلاثية. يعني إيه مجموعات ثلاثية؟ يعني أي حاجة فيها رقم ثلاثة أو بتكون من ثلاثة أو حاجة متقسمة لثلاث أجزاء بيتشأموا وبيتجنبوا المجموعة الثالثة دي تماما، فمش غريب إن اليوم يكون سمعته وحشة عندهم. بالمناسبة في حاجة زيادة، وهي إن بتعتبر البلدان اللي بتتكلم بالإسبانية، أي دولة بتتكلم إسباني بتعتبر يوم الثلاث يوم غير محظوظ أو منحوس، وعندهم كمان جملة أو قول مأثور أو زي ما بيتقال عندنا هنا مثل شعبي بيقولك لا تتزوج أو تذهب في رحلة أو تغادر منزلك يوم الثلاثاء.
في دراسة أمريكية طلعت فجأة وقالت إن في يعني نسبة كبيرة جدا من سكان ولاية كاليفورنيا حظهم بيكون قليل جدا يوم التلات. وبالنسبة لعلم الفلك مرة تانية، فاللون الوردي في النظام الشمسي بيتوافق مع يوم التلات. في اليابانية يوم التلات بيعني إنه يوم النار، نظرا لأنهم بيشوفوه على إنه يوم الخراب والدمار لكل شيء، زي ما النار بتاكل وبتدمر كل شيء. في الغرب بيعتبروا يوم الاثنين هو أسوأ يوم في الأسبوع لأنه بيكون بداية الأسبوع عندهم وأول يوم شغل، لكن وفقا لبحث جديد أجرته منظمة اسمها ONG Crunchy Granola، يوم الثلاث هو أكتر أيام الأسبوع كرها، وفقا لبحث أجرته شركة برمجيات إدارة المشاريع الأمريكية فلو. يوم الاثنين هو يوم الانتاج الرئيسي في الشغل بحكم ان الموظفين بيكونوا راجعين من الاجازة فبيكون عندهم طاقة للشغل، لكن يوم التلات بيلاقوا كمية شغل رهيبة بتوصل لهم، لدرجة انه بيكون شغل يكفيهم على مدار الاسبوع، لدرجة ان الموظفين بيضطروا يشتغلوا في وقت الراحة او وقت الغداء عشان يحاولوا ينجزوا جزء من شغلهم. طب يا عم عبد الله، كل اللي انت عمال تقوله ده من جرايد اجنبية وكلام عن الغرب او كلام عن الدول التانية، طب احنا مالنا برضو بالكلام ده؟ تعال هنا واقولك ان في جريدة مصرية نشرت 3 اسباب ليه المصريين عندهم تشاؤم من يوم التلات، وذكروا ان التلات نقط دي هو اول واحدة فيهم طول الساعات الدراسية، لان يوم التلات ده هو صاحب اطول حصص في الاسبوع بالنسبة للطلاب، فالطلاب بيحسوا بالبؤس والاكتئاب بسبب الحصة التامنة المضافة لليوم ده بدون مبرر. والحاجة التانية بيقولك ان ده هو اليوم الرسمي للزحمة، اتسم اليوم ده بالازدحام في كل المصالح الحكومية سواء البنوك او الجهات الرسمية لاصدار الاوراق والوثائق، وبناء عليه تزدحم المواصلات بشكل مبالغ فيه جدا، وده اللي بيخليه اليوم الاصعب لقضاء حاجات المصريين. الحاجة التالتة هي الاكلات الشعبية، بيقولك ان ارتبطت الاكلات الشعبية باليوم ده لان ده اليوم اللي مفيهوش اللحوم الحمراء او الفراخ على مائدة الطعام المصرية، وده اللي افسح الطريق للعدس والفول وبقية البقوليات. طيب خلينا ندخل في المرة دي في بعض القصص اللي بيسردها اصحابها واللي بتصادف انها يوم تلات. في منهم اللي قالوا انها مجرد مواقف حصلت خلال اليوم وانتهت، وفي اللي كملت معاه، وفي اللي بتظهر في كل يوم تلات من كل اسبوع. معظمها مشاكل عادية وحوادث بتحصل لنا كلنا، والبعض التاني منها فعلا مش مظبوط خالص. كان في حكاية منهم انا اتكلمت شخصيا مع صاحبها وهحكي لكم شوية تفاصيل لما نيجي عند الحكاية دي، خليكم معانا. اول حكايه بتحكيها سيده في الثلاثينات من عمرها، والحقيقه كانت بتحكيها جوه مصحه نفسيه وقت ما كانت بتعالج من الادمان والاكتئاب. قعدت فتره متتكلمش ومش بتحكي حاجه لانها كانت بتمر بحالات تشنج وهياج رهيب على كل اللي حواليها، ومن اول الحاجات اللي قالتها هي انه بيطاردها في كل مكان. ولما اتسالت عن ايه اللي بيطاردها او مين، ردت وقالت الشبح بيطاردها وبيظهر كل يوم تلات. الشبح ده كان هو السبب اللي اخذ منها طفلها الجنين من بطنها، وهو اللي اجبرها على اللجوء للمهدئات، واللي عن طريقها وصلت للمخدرات، واللي مع الوقت خسرت زوجها صحابها، وما تبقاش غير والدتها الكبيرة في السن اللي اجبرتها على دخول المصحة والدخول في رحلة العلاج الطويلة دي. كانت بتوصف الشبح ده بانه متوسط القامة، ظهره مقوس او احدب بمعنى اخر، شعره خفيف، عيونه جاحظة خارجة لبرة اطار عينه. وبعد رسم وتصور لشكل الشبح ده توصلوا انه مش شبح ولا حاجة،
وإن الشكل ده هو شكل والد البنت قبل ما يتوفى بجرعة مخدرة عالية. وإنه كان كل يوم تلات بتجيله حالة ثوران وغضب شديد جدا من كتر السكر، وبيوصل بيه الحال إنه بيضرب بنته بشكل عنيف جدا، وكان أحيانا بتوصل إنه ممكن يكسر جزء في جسمها من شدة الضرب. مجرد ذكر الاسم بس قدامها بتخلي البنت يتحول لوحش كاسر بيضرب ويكسر أي حاجة وأي حد قدامها، وهي في حالة انهيار وعياط تام. بحلول يوم الثلاث نفسه بتكون في حالة هدوء وسكون تامة. تفضل قاعدة في ركن في الأوضة في المصحة بتاعتها ساكتة وصامتة، ومش بتتفاعل مع أي دكتور أو أخصائي بيدخل يتعامل معاها. ولسه لحد النهاردة السيدة دي بتعالج في المصحة. بيحكي شاب حكايته مع الدراسة بعد ما اتخرج، بيقول انا خلصت دراستي بأعجوبة مبدئيا بسبب الامتحانات الحقيقة، وبالاخص اي امتحانات كان بيصادف يوم التلات. انا كنت بنجح في كل الامتحانات على مدار الاسبوع كله الا الامتحان اللي كان بيجي في يوم التلات. كان دايما بيكون الامتحان اللي بسقط فيه او بتعب بشكل غريب، ما بقدرش احل كويس، او تحصل كارثة ما تخليني ما اقدرش احضر الامتحان حتى. انا ما كنتش مركز ولا باخد بالي من الحاجات دي لحد ما وصلت للجامعه. وفي اول سنه ليا وبالتحديد في امتحانات نص السنه كان في ماده امتحانها صادف ليوم الثلاث، ورحت امتحنت عادي جدا مفيش اي مشكله، لكن بعد ظهور النتيجه لقيتني ناجح في كل المواد الا الماده دي. المشكله ما كانتش في كده، المشكله كانت ان امتحان ملحق الماده دي برضه صادف يوم ثلاث وبرضه سقطت فيه. الموضوع انتهى لحد هنا؟ لا، ده كامل معايا في باقي السنين اللي في الكلية، واني كل ترم وكل سنة بدخل امتحن الامتحان بيصادف انه في يوم تلات في كل مرة، وكل مرة بسقط وبشيل المادة برضو، لدرجة ان المادة بقيت حافظها اكتر من اسمي من عدد المرات اللي ذكرتها فيها. على مدار السنين دي كان من وقت للتاني بشيل مواد بيصادف امتحانها يوم تلات، لكن بيكون امتحان الملحق بتاعها او سمر الكورس ايام تانية غير التلات فبعدي، لكن هي المادة اللعينة دي. وصولا لاخر سنة ليا في الكلية ولسه المادة دي معايا، واخيرا صادف امتحانها في يوم مختلف عن التلات. دخلت ما قعدتش 5 دقايق خلصت فيهم الامتحان من غير ما افكر لحظة فيه، لدرجة انهم لما قالوا لي ان الامتحان هيكون في يوم مختلف انا اتنططت من الفرحة بشكل مش طبيعي، خلى الناس تتفرج عليا بجد في الكلية. انا مش مجنون والله، بس فعلا الموضوع اشبه باللعنة. وحتى بعد ما خلصت دراستي ودخلت المجال المهني او مجال الشغل، لقيتني بطرد ومش بتقبل في شغل بيصادف الانترفيو بتاعه يوم تلات. مع الوقت لما بدأت اركز في التفاصيل دي لاحظت ان كل الظروف دي بتصادف يوم التلات. لحد دلوقتي انا لسه بعاني من الموضوع ده، بلغي اي خطط او مقابلات او اي خروج بره بيتي في اليوم ده. انا مش مجنون ولا عندي عقدة، بس انا بقيت مؤمن ان في حاجة في الكون ده احنا لسه ما نعرفهاش. انا دكتور تشريح في مستشفى ما، انا مش هقدر اقول اسم المستشفى لانها من اكبر المستشفيات اللي بتظهر اعلاناتها في التلفزيون، فانا مش هقدر اقول اسم المستشفى. المهم بيقول الدكتور ده البالغ من العمر 57 سنة انه بيتجنب الدخول في اي عملية جراحية بتصادف يوم التلات، خصوصا بعد ما فشل في عملية لطفلة صغيرة صادف انها كانت في حالة خطيرة جدا في يوم تلات، وبعدها كانت زوجة لواحد من اكبر رجال الاعمال في البلد، اللي كانت العملية سهلة نسبيا بالنسبة له. لكن بطريقة ما خلص الدكتور واكتشف ثغرة حصلت خلال العملية، وكان التعديل على الثغرة دي خطير جدا
ممكن يعمل تشوه دائم بالنسبة للمريضة خلال حياتها. المشكلة ما كانتش في كده، المشكلة كانت ان بعد حوالي اسبوعين من العملية جاله خبر ان السيدة توفت بسبب الثغرة دي. بيقول الدكتور ان يوم العملية ويوم الوفاة كانوا الاتنين يوم تلات، فدي الحاجة اللي خلته من بعدها يصاب بحالة من التشاؤم من اليوم ده، ويرفض التدخل في اي عملية موجودة يوم التلات، بل وبيحاول يخلي اجازته كمان تكون اليوم ده من كل اسبوع تجنبا لوجوده في المستشفى من الاساس.